عليكم ومرحبا بكم في نوفيل فيديو. اليوم غادي نهضروا على لي بوماليف جداد من مجموعه ديال دوال ايتوزي. لي بوماليف فيهم 10 ديال الفوائد اللي كيعطيو بعنايه متكامله للشفاه. فاول حاجه هما كيعطيو ترطيب اللي كيدوم لمده ديال 8 ديال الساعات، كيحميو الشفاه من الاضرار ديال الشمس بعامل حمايه من الشمس 25، كيهيئوا وكيمهدوا البشره، كيهدئوها، كيحسنوا من المظهر ديالها، بالاضافه على ان التركيبه ديالهم غير لاصقه وسهله الاستعمال، وهما متوفرين في ثلاثه ديال الالوان، الاختيار اكبر. لي بوماليف غدوان ايتوزي متكونين من خلاصه ديال الصبار اللي معروفه بالخصائص ديالها المهدئه، مكونين ايضا من الزيت ديال البذره ديال القمح اللي كتعطي تغذيه وتهدئه وترطيب للبشره، بالإضافة لبعض الجزيئات الدقيقة اللي الدور ديالهم أنهم كيعطيو ترطيب اللي كيدوم لمدة طويلة. دونك كانت هذه لا فيديو ديال اليوم، وكانوا هادو لي بوماليف دوال ايتوزي. كنتمنى أن لا فيديو تكون نالت الإعجاب ديالكم، وما تنساوش تشتركوا في القناة أوريفلام ماروك أوفيسيال وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكاع المستجدات. وموعدنا في نوفيل فيديو إن شاء الله. إلى اللقاء.